تفضلوا. أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا فيكم، وحنعمل هلأ طبق لذيذ حلو بارد، تقدروا تعملوه بعدة أشكال وعدة كميات على حسب رغبتكم. اللي بيحبوا الملفي والأكلات اللذيذة هذه، هيك طبقات من البوف بيستري المحمصة مع الكاسترد وكريمة، واو واو واو. الوصفة كتير سهلة، وحاعطيكم بعض الأفكار كيف ممكن تستمتعوا بطعم هيك كتير لذيذ. حنعمل الكاسترد والبوف بيستري، حنخبزها بفكرة كتير حلوة، وحنعمل الشوكولات صوص. حنبتدي طبعا بترتيب خطواتنا. شوفوا انتو لازم يكون عندكم البوف بيستري والكاسترد معمولين قبل بوقت عشان تقدروا تطبقوا هذه الوصفة. عندي مربعات من البوف بيستري بطلعها من التلاجة بحطها لتفك شوي. حاعطيكم طريقة كتير كتير مريحة لعمل البوف بيستري، لاني انا بدي اياه يبقى محمص وما يبقى منفوش كتير. فحنشوف مع بعض أضبط طريقة للحصول على بوف بيستري مخبوز ومقرمش. حنجيب صينية الفرن، تبقى يفضل قصيرة الحافة بهذا الشكل، وحط عليها المربعات. أحاول المربعات ما يكونوش لازقين في بعض، أختار صينية المقاس يبقى مناسب. وححتاج شوكة وأبتدي أغزز أو أعمل ثقوب على البوف بيستري. هحتاج شوية حليب وأبتدي أمسح سطح البوف بيستري بالحليب، يعني كمية بسيطة، أو إذا حبيتوا ممكن كمان نمسحها بالمي. رشة سكر بسيطة حتعطيني قرمشة كتير كتير رائعة على البوف بيستري. رشة من السكر الخشن. وعشان أخبز البوف بيستري ما تنفش معي، أنا بدي إياها تبقى هيك رقيقة، حرجع أغطيها بطبقة من ورق الزبدة وحط عليها صينية تانية تبقى قريبة لمقاس الصينية اللي أنا عم بستعملها. بدخلها الفرن على درجة حرارة 200، بتركها لحوالي 10 دقايق لأوريدي تبتدي تاخد لون ذهبي، وبستمر بالتحميص على حسب أنا قديش بدي إياها غامقة. بشيل الصينية في آخر 5 دقايق واسيبها تتحمر أكثر وأكثر لغاية ما يصير لونها ذهبي. بعمل الكمية اللي بدي إياها وخليها على جانب، ممكن أخليها عدة أيام ما بصير لها أبداً أي شيء. ونبتدي أعزائي نجهز الكاسترد. في قدر مناسب الحجم ببتدي أحط الحليب وأحط السكر وأحط بودرة الكاسترد. وخلوا بالكم لازم دائما نستعمل الكاسترد يبقى كواليتي، في انواع في السوق يعني بتبقى مش كويسه قوي، فارجو انكم دائما تشتروا نوع كويس. وحضيف النشا، وحضيف هلا اعزائي الملح، بيعطيني هيك طعم لذيذ بيوازن ما بين الحلى اللي اضفته للسكر. وهلا هالمكونات تقليب بسيط لغاية ما أتأكد إنه داب عندي النشا والكاسترد، وبرفعهم على النار. أعزائي باستعمال مضرب شبك بستمر بالتقليب بهدوء وباستمرار، لازم ما أسيبه خالص، لأنه لو سبته حيترسب النشا ويتكتل معي وأتغلب بالآخر. تماسك عندي وصار تقيل، وخلوا بالكم مجرد تقليب مش خفق. حبتدي أضيف الزبدة، الزبدة بتعطيني ليونة وطعم كتير لذيذ مع الكاسترد. وحقلب لغاية ما تدوب عندي، أخليه في البراد 3-4 ساعات لأتأكد إنه طبعاً برد تماماً قبل ما أشتغل فيه. ونشوف خطوتنا التالية. حبتدي أعزائي أجهز صوص الشوكولات. في كاسرولة ححط الحليب السكر، وعم بستعمل بودرة الكاكاو السادة، وحضيف بعض الفانيليا، وابتدي أطبخ على نار متوسطة لغاية ما يغلي عندي هذا الخليط. الشوكولات صوص خليته يغلي لمدة دقيقة، لاحظوا كيف صار قوامه، حشيله عن النار وأبتدي أضيف الزبدة. حستمر بالتقليب لغاية ما تدوب عندي الزبدة.
وحخليه على جنب وابتدي هلا اخفق الكريمه عشان نضيفها على الكاسترد. الكريمه جاهزه، ما بديها تكون متماسكه كتير، تبقى خفيفه. حوزع الكريمه على الكاسترد بطريقه كتير بسيطه. حاخد شوي من الكاسترد واحطه على الكريمه عشان بس ما يبقاش كتير متماسك عندي، وحرجع اخذ الكريمه احطها على الكاسترد. وهلا اعزائي حقلبها مع بعض لغايه ما تختلط. مش مهم تختلط قوي، لو ضل جزء ابيض جزء اصفر اوكي، بتعطيني كمان طعم لذيذ. ونبتدي نجهز الطبق. الباف بيستري المحمصه اللذيذه جاهزه، وانا حقدمها في طبق الترايفل. ممكن تعملوها في اي طبق بيخطر على بالكم. بالنسبه للعجينه لازم تكون بارده، وحبتدي اشكلها على حسب رغبتي. ممكن اعملها طبقات، ممكن اكسرها زي ما انتم بتحبوا. تكسير بسيط، طبقتين في القاع، واحط بعض من الكاسترد، وحبتدي اوزع طبقات ثانيه وشويه كاسترد. نحط واحدة بالنص. طبعا اتفننوا على حسب الطبق اللي عندكم، على حسب كمية الملفي اللي حابينه. هذه حلاوة الوصفات، انه ما فيش شيء هيك تعقيد. على حسب ما بتيجي معاكم تقدروا تستمتعوا بطعمها. حبتدي اعزائي هلا اوزع الصوص، وطبعا لازم اخليه في البراد ليبرد تماما عشان استمتع بطعم كتير رائع، والصوص هيك يتماسك وهالدنيا كليتها هيك فوق بعض تصير كتير حلوه. طبق كتير لذيذ، مش عارف أدوقه هلأ لأنه لازم أحطه في البراد. وصفة كتير طيبة، وتفضلوا.